بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجو حر جدا، أما تبقوا متضايقين كده من الحر تقولوا كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرنا من حر جهنم، اللهم أجرنا من حر جهنم. إن شاء الله بإذن الله كل العصاير دي بإذن الله، والأكلة اللي أنتم شايفينهم هنقولهم بكل التفاصيل على فيديوهين إن شاء الله. النهاردة هنقول الأكلتين وبعد كده نقول العصاير في فيديو قادم إن شاء الله. يلا بينا نشوف عاملينهم إزاي، يلا بينا تابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. مية بتغلي وهنحط فيها البصل المتقطع زي ما احنا شايفين، والرز نكون غسلينه اهو، حطيناه في المية المغلية يتسلق، وده فلفل الوان متقطع برضو مية مغلية ونحطه فيها مع شوية ملح. خلاص الرز يا جماعة خدناه صفيناه وبردناه تحت مية ساقعة من الحنفية يعني، وادي الفلفل صفيناه، ادي الرز اهو صفيناه اهو مسلوق، خدناه صفيناه من ميته السخنة وبردناه تحت المية الساقعة. هنعمل سلطة رز خفيفة جدا ولذيذة ومناسبة للجو اللي احنا فيه، ربنا يرحمنا ويجيرنا من نار جهنم. عندنا شوية تونة، شوية خيار مخلل بسيطة كده، ودي الفلفل الرومي اللي احنا برضو سلقناه شوية في مية بملح، ودي قطع لانشون وشوية بسلة وجزر سلقناهم كده شوية على النار. هنبتدي مع بعض نعمل سلطة الرز بطريقة جميلة جدا. هنجيب بولة نحط فيها التونة تحت في القاع زي ما احنا شايفين. طبعا دي بقى ايه، بنقدم اكلة كده تبقى جميلة شيك كده لو عامل ايه عزومة حد، مع اني ما اعتقدش في النار الايدة دي حد بيعمل عزومة لحد. واجي الرز اهي وهنكبس بايدينا، هنحط شوية على التونة ونكبس بايدينا كده، وبعدين نحط طبقة تانية فلفل الرومي ونكبس بايدينا، بحيث لما نيجي نقلب هنشوف دلوقتي منظر جميل شيك تحط على السفرة. ونحط طبقة تاني من الرز والبسلة والجزر وطبقة رز تاني، وبعد كده لانشون وحبة خيار مخللين للي عايز. وبعدين نحط عليهم تاني شوية رز اهو مجهزينه ونكبس كده. البولة اتملت على الاخر اهو، ادي البولة اهي قلبناها بقى على الوش كده، وهنطلعها بالراحة خالص ونعمل بيها الشكل اللي احنا شايفينه يتحط قدامنا على الترابيزة. حاجة شياكة فن، والعين بتاكل قبل البق، العين بتاكل قبل البق، فلازم الحاجات دي تبقى شيك وجميلة سواء لولادك اولا والاهل بيتك او للناس اللي انت عازماهم هيتفضلوا. عملنا حاجة اسلام ايدك يا شيف تحفة خطيرة، بصوا الجمال والشياكة والحلاوة، يعني الوان رائعة تغري. احنا نحطها كده نقدمها على السفرة، وبعدين اما نيجي نحطها بقى وهنبتدي ناكل نفتحها بالمعلقة كده عادي خلاص على بعضها، ونضيف الاضافات بتاعتها اللي هنقولها كمان شوية. تحفة جميلة جدا، ابيض واورنج واحمر واخضر، غير فيها البني اللي هو التونة بس احنا حاطين عليه قلوب فوق، والبسلة والجزر، ودي اتش ام هنا وميمي، حاجة بقى دلع خالص يعني. حط طبعا الاسامي اللي انتوا عايزينها، بتحتفلوا باي حاجة حطوها، جميلة جدا جدا منتهى الشياكة. عاملينها من اللانشون، وبعدين اما نيجي نقدمها بقى كده نفتح بقى، يعني هي منظر كده تحط على السفرة وبعد كده وبعدين تفتحوها بالمعلقة وتحطوا الاضافات اللي انتوا عايزينها عليها. وندخل على الوصفة التانية، كفتة هنشوفها معمولة ازاي. دي لحمة مفرومة عليها ملح وفلفل اسمر وبهارات لحمة وبصلاية كده متوسطة فرمناها في الكبة، وبيضايا احنا حطينا في النص، هندعك ده كله ببعضه هنقلبهم في بعضهم، شوية جبنة رومي هنشوفهم دلوقتي، دي بصلاية فرمناها في الكبة حطيناها على اللحمة المفرومة،
واجي شوية بقدونس متقطعين كده ناعم هنحطهم برضو عليهم، وشوية جبنة رومي مبشورين اهو، بنوريك كل حاجة مفرودة عشان تبان. بعدين هندعك دول كلهم مع بعض كويس قوي قوي قوي، يبقى لحمة اهي جبنة رومي مبشورة، يبقى لحمة مفرومة عليها ملح وفلفل اسمر وبهارات لحمة وبضاية، شوية بقدونس مبشورين مفرومين يعني متقطعين صغير، جبنة رومي مبشورة، وبصلاية مفرومة في الكبة او متقطعة صغير قوي ناعمة يعني، عملناهم في بعض قوي. وبعدين هنبططهم كده زي القرص الهمبرجر الطعمية او مدور او زي ما شيف بيورينا، ونحط فيهم شوية بسلة وحتة موتزاريلا اهو، يعني نعملها صوابع زي ما احنا شايفين، يعني نعملها مبططة زي الهمبرجر او القرص الطعمية. تمام اهو عملنا اهو صباعين دلوقتي هتشوف كله، ودي المفروض اهو عليها شوية بسلة وحتة موتزاريلا، ونقفل عليهم ما يبقوش باينين عشان ما يتحرقوش، يبقى اللحمة هي اللي باينة من برة ودول يعني من جواها. هنكون مجهزين اهو دي الكفتة بتاعتنا بعد ما عملناها، عملناها على هيئة صوابع زي ما احنا شايفين او اقراص اهي، اقراص كفتة، وحطيناها في شوية بقسماط. تمام، واما نيجي نعملها نحطها في بيض، هنشوف دلوقتي مع بعض ونخرجها نحطها في بقسماط ونقليها. تمام، يعني دي بعد اول حاجة ليها حطيناها في بقسماط وسبناها. ده بقى شمام لزوم ايه الحر اللي احنا فيه، طبعا لازم اكل واحدة اللي انا والشيف يا ماما، الحاجات دي عندي اهم من الاكل في الحر ده بجد، يعني ربنا يرحمنا من نار جهنم. ده هنعمله مع العصاير اللي هتشوفوها، بس انا حبيت احطه يعني مجرد رؤيته كده بيطري على الواحد. تمام، وهنا بقى بيضتين كده ونربهم مع شعرة لبن صغيرة وملح وفلفل اسمر، نربهم كده ونجهز ادي البيض بتاعنا، ونكون عندنا بقسماط ناعم او زي ما احنا شايفين. ناخد الكفتية اللي عليها بقسماط هنغرقها في البيض والبقسماط، وبعدين اهو خلاص في البيض والبقسماط، نكون مسخنين الزيت، ننزل بالراحة حاجة حاجة واحدة واحدة تحمر على الوش ده، وبعد كده نقلبها. طبعا في الاول ايه بنبقى عاملين النار كده، وبعد كده بنوطي عشان تستوي كده براحتها اهو. اهي بعد ما قلبناها على الوش ده لذيذة جدا، وادي خلاص خلصنا الكفتة اهي اللي محشية ببسلة وموتزاريلا تحفة لذيذة. وده سلطة الرز او سلطة دي ريزو بعد ما فتحناها بالمعلقة كده، برضو عملنا اتش ام كده مدلعنا خالص، يعني حاجة اخر دلع خالص جميلة. طبعا بقى اللي عايز يضيف عليها براحته، ملح، شعرة ملح، شعرة خل، شوية زيتون أسمر، شوية اللهم صل على النبي قطع جبنة، خيار مخلل زودوا براحتكم براحتكم، بس احنا عاملينها خفيفة خالص علشان الحر، مش عايزين أي أملاح ولا حر، يعني تبقى ملائمة شوية كفاية الكفتة علينا. وبالهنا والشفا جميلة جدا. دي بقى عصاير تحفة يا جماعة رائعة، هنوريها لكم بالتفصيل. احنا هنا عاملين كوكتيل من كل عصير منهم، في يعني كوبايه فيها كذا عصير مع بعض ساقعين متلجين كده، يا سلام مشبرين بقى وتشربوهم مع الاكله دي الروعه. طب احنا شربنا قبل الاكله وبعد الاكله، بالهنا والشفا. واشوفكم ان شاء الله باذن الله كل خميس وحد في فيديوهات تانية جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.